وحول أهم التطورات من أمام معبر رفح يطلعنا عليها الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. إليك كريم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بينما نتحرك في جميع الطرق من العريش ورفح والشيخ زويد نرى هذه الشاحنات متوقفة على جانبي الطريق، هذه الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الإغاثية، من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من المواد الإعاشية مثل الخيام وغيرها. نرى مئات الشاحنات، نرى آلاف الشاحنات أمام معبر رفح المصري. نتحدث عن الأماكن اللوجستية المختلفة التي حددها الهلال الأحمر المصري في العريش، والمخازن اللوجستية أو الأراضي اللوجستية التي تم تحديد فيها تجميع الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية أمام بوابة معبر رفح المصرية. 14 يوما منذ احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني، وهي تمنع دخول هذه الشاحنات من بوابة معبر رفح الفلسطيني وكرم أبو سالم، إلا أن بوابة معبر رفح المصرية ما زالت مفتوحة، وهذه الشاحنات وسيارات الإسعاف الأخرى على أهبة الاستعداد لتدخل إلى الناحية الأخرى. نتحدث أيضا عن يعني استمرار للقصف المستمر من جانب قوات الاحتلال على محافظة رفح الفلسطينية من شرق المحافظة بشكل كبير، وأيضا استمرار للقصف بشكل عام على قطاع غزة، برغم أن المحكمة الجنائية الدولية يعني قال المدعي العام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية أنه تقدم بطلب بالفعل للحصول على مذكرة اعتقال وتوقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي. هؤلاء تم يعني طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحقهم، إلا أن هذا يعني لم يوقف قوات الاحتلال من استمرار هذا القصف المستمر على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا بالإضافة لذلك استمرار منع دخول هذه المساعدات المتنوعة عبر بوابة معبر رفح الفلسطيني، وهي تعد البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى أشقاء في قطاع غزة، برغم استمرار عمل الميناء أو الرصيف الخاص بغزة التي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا لا يكفي إلا 10% فقط أو أقل من 10% من الاحتياجات الحقيقية للأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.